صوت. وخيرة الداء ده، انتم سامعيني ولا ما انتم سامعيني؟ انا عندي قضيتين لا نتكلم عنهم، وهم قاعد يخلوني عند البث. اول شيء قضيه المدرسه، هذوك قال لي انه ما سمعش. قضيه الصور اللي انتشروا نهارهم من مدرسه في موريتاني، وتناقض الخيام في تناول ذي المرده. وانا ما اتاكد ان الموريتان مازالوا يقدوا تمسهم صدمه من النوع من الصور. والقضيه الثانيه قضيه المهاجرين، بي علني عاقب بثي الاخير اللي عدلت تواصل معي ياسر منهم. ياسر ما شاء الله تبارك الله، ياسر قريب من ما نعرف 200 لايك، اللي قد بعد رد لي قطع منهم كاملين رد لي. وعندهم قضايا، ثلاث قضايا هم اللي مسب قد عودوا، هم اللي يتكلموا عنهم دائما الله يطرحوا فيهم التساؤل. لذلك لا نقول هم اللي شفت انا فيه الناس عدلت، والله اللي عدلت انا في نفسك القضيه. وان شاء الله على اني اللي نقول لهم انه هبط يسمعوا توف ويسولوا الى عاد اللي قلت حقيقه حقيقي، الى عاد مو حقيقي ما اللي ما هو مهم يخلوا عنه. توف اول شيء نهار وذا ظهروا شو من الصور من مدرسه في تبرع زينه، وقام موريتانيا كامله تتعايط، وانا متعايط معاهم ومتضامن معاهم في القضيه به اللي ما عليه يعلم للشاشره ولا عليه يعود في بليده فيها اطفالنا، ولا ما لنا نقوله. يقير اللي مستغرب انا منه ومحيرني، لان الشعب الموريتاني عاقب ذا من الوقت كامل مازال يستنكر وجود جورجي قناد في المجتمع. انا ماني ما قاديلي في صور دارتهم مدرسه، انا عندي معهم مشكله والله ما نبقيهم. يا قير قايلان على ان فم مساله اخرى اكثر خطوره. اكثر خطوره شنو هي؟ الشعب الموريتاني اي الروايه دائما نقولها هون وينفقعوا منها وحدين. انا قايل موريتانيا اكثر دوله تدعم جورجي قناد في العالم، به اللي ذا المجتمع. وراني ملي محيي العلماء على خرجتهم، زين عندي وزين عندي العالم اللي يقول الحق، وزين عندي ذيك الوقفه اللي عدلوا، وبارك الله في ذاك المجهود اللي عدل، وجزاكم الله خيرا. وذا هو دور العلماء. يقير نبقيكم مملي شويه العلماء تعدلوا محاضرات عن وجود جورجي قناد في الشعب الموريتاني يوميا. انتم الشعب الموريتاني هي الدوله الوحيده في العالم اللي ما فيها مناسبه تخلق محاضره لجورجي قناد. انتم شاشرتكم خايفين عليهم من الصور لذا النوع من المرات في مدرسه، ولانكم خايفين عليهم من جورجي قناد اللي تباتوا انتم مجمعين فوق روسهم يعود يشير يمر يدخل صالون لواله 17 جورجي قناد. هذا خطر اكثر، هو خطوره والله شيء من الالوان مطرحه في مدرسه. انتم الشعب الموريتاني لا عرفونا يا كانكم يو جورجي قناد متعايشين معاهم حق حق، والله ملي ما انكم متعايشين معاهم حق حق. بيلي هون ذا العالم، حد منهم يبقيهم يبقيهم، وحد ما يبقيهم ما يبقيهم. اهل موريتاني يبقوهم وجاحدين عنهم يبقوهم. طافلات في موريتان، عليات اهل موريتاني، ما يصلح مجلسهم ما جات ديك الجماعه وقعدت. ولاد قد واحدة تعدى الانيفرسير ما جابت واحد منهم، وطاتو شي من فضة وطاتو تلفون، يقول لا يحفظك وما كبرك وينصرك وشريتي وذا صكك وذي فضتك وذا معدلة هي انها كاجة به وحدات اخرى، تقبل واحدة اخرى ما اللي تخطب تجيبهم وتقعدهم وتقول مشي لي رسالة موجهة لك مقصرة العمر القط، مشات لي رسالة لها ذرت اشهر، يقول لا رايك انت قوية وانت زينة وانت ما خالق ما وانت 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 وتستراح هي نفسية. وهم متعايشين معاهم والشعب الموريتاني ما تقدر تخرب مناسبة ما في غردقة. انيفرسير يجو، الزواج يحضروا، العقد يحضروا، التالية من التاليات المناسبات اللي تابعة للدولة عادوا قاعدين فيها. انتم ذو الناس اللي عايشين معاكم في ذا المجتمع فرد، ماذا قالوا عليكم؟ ويضحكوكم تقولوا المفيلحين والمجلس ما يصلح من دونهم. ايوا ذو اللي لا لا نفسهم وذو الالوان اللي منشره داعمين لا هم منانكم، ما تقدروا تعودوا ما بيين على الالوان وانتم متفقين مع الاشخاص. انتم هذول الاشخاص محتضنينهم في منازلكم ومقعدينهم معاكم واولادكم، انتم تقولوا لا يخسروا اولادنا، حتى انتم اولادكم خسرتوهم.
انت ولك هضره ما يدخل صلوه ولك هضره ما يدخل كي جبر قاعده مجمع مع غورديغان وكارده بيت غورديغان وما سمع مع غورديغان وتقولي انه فيله وتقولي انه زين وتقولي انه يضحك الطفيل شافه كامل ما ترى مأثر فيه لون هوك هو اللون ده لا يأكد له الحقيقه اللي كنت انت وتزرعيها في اللاوعي عنده الطفل الموريتاني في اللاوعي عنده ندار فيه غورديغان فيلحين وانهم معيدلين وانهم يضحكوا وانه ما يخلق مجلس ما بدونهم ولا ما قط استنكروا حد ولا قط استنكروا العلماء ولا قط حد قال يا اخوتي بعدوا عنكم غورجي قالنا ولا قط امهات الاسر قالوا باتي لا تيتو تدخلوا ديارنا ولا تو قط شفنا حد في انيفرسير قال ماني جايبهم هذا لا انتم لا المجتمع الموريتاني وحقيقتكم والله اللي مرقم على السناب واحدين جاي من كوالا لامبور انتم متعايشين معاهم والشاسره بدات تخاف من المدرسه خافوا كاع من اللاواعي اللي تديروا انتم فيهم كل دقيقه وهاج جايين السويداتنا وهم واحدين عبيداتنا وهذا سويدي وهذا عبيدي وهذا قاعد معايا ومجمعة معاه وعايشة معاه ذو الناس اللي انت متعايشة معاهم لا يفقعوك ذو الالوان انت وفاهم التناقض انت بطنك انت تجتمعي معاه هو ذو الالوان عادوا يمثلوك تلقائيا مع انك تعدت داعم وجوده هو ما يوفى ذو الالوان انهم لا حد يعبر عنه انت باقي تعودي تسمع ازي من الالوان ولا تسمع ازي من الشخص هذا ما هو منطقي يا اخوتي انتم هل تعودوا زر قابلينه وزر الاخر فيحين الصمع يدري انتم ما انتم 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 الناس ما يمرقوا دياركم انتم الناس اللي مجمعين معاهم الليل والنهار وضحكوكم عيد منكم الا يفهمون التناقض الا ما ذو الناس انتم متفاهمين معاهم متفاهمين معاهم معكم اللي متفاهمين معاه افتصلوا معاه هاي دارك اللعبه اللي انت معاه ما راك معاه ما تصح هذا زمن عصر المصارحه حد يقول الحقيقه انت ذو الناس داعمهم اوكي انت ذو الناس ما راك معاهم ما راك معاهم اللي رواخ اوف ما راك معاهم لا بد من تنعكس على واقعك اليومي ومعاهم هم اللي لا تذكروا عليك الوانهم ستو وهذا وشفت العلماء وجايين لا ينشرون بويا هي فات انتشرت بويا هي دخلت صلواتكم بويا هي دخلت دياركم بويا هي قاعد تجمعوا بها زوجاتكم وقاعدين معاهم ابناتكم ومازالها قاعده عندكم لا تقدروا تستنكروها ولا تقدروا تقولوا انها طاريه لكم اليوم انا مستغرب من كميه الصدمه من ذا ناس تنصدم من صور ولا تنصدم مع الاشخاص موجودين في المجتمع يوميا ما تستنكرهم ولا تقولوا مسبه هاي اخوتي شنو هذه هي المشكله ودور العلماء خروج العلماء نهارهم ذا موفق هو دور العلماء اللي لينا الاف السنين عيطوا على العالم دور وقول الحق يقال لا تم تقول تسكك على الصور ولا تسكك على الاشخاص هذه نقطة انا مستغرب من الشعب المجتمع وانا دائما نقول لهم ينفقعوا ويقول لك انا ما انا شخصيا ما قدرت اشوف الدولة في العالم داعمة غورجي قنات كي موريتا ويضحكوا والطافيلات يجمعوا اللابيهم والحياة اللي بيهم وفيلحين وكلها ينتعد لا يتمشي الواحدة رسالة مشفرة تمشيها لله من خلالهم هم وهم جوقا هم الدنيا توم ذو الناس مستنكرينهم مستنكروهم وفهم منهم والله ماني معاهم قول لكم معاهم هاي دارك ما يستصالحة انت قاعد معاهم ليل الليل والنهار داخلين عليكم قاعدين بيناتهم تمشوا معاهم ترفدون بواتاتكم تسدروا بيهم تقيسوا بيهم مناسبات في سناب قاعدين لا معاهم ليل ونهار سهرة معاهم اولادكم ظل ما شافوكم وبناتكم ما شافوكم سابق يفقعوكم ذو الالوان اللي مطرحه في المدرسة وفاهم من الكذب على الناس والكذب على رؤوسكم تعودوا مناعتين للناس حقيقة ما هي حقيقتكم انتم حقيقتكم كنتم تعايشين معاهم لا يفقعوكم الصلاة الالوان والله ماني مستنكرينهم استنكروا يفر ستو هي لا حق والله كذب ما فيها تعود مع الرواية وجاه حدا مشكلة الموريتاني انه ما يتصالح مع بقته الفرق بينكم انتم ونصارى لان النصارى يبقوهم من نقرهم ومصرحين بها انتم تبقوهم يقير ما انكم مرقينهم وما قلت قالوا ما يقدروا عندو داعمينهم يقدر يجيبوا من صلواتنا نحتفلوا معاهم حتى وفيحين عندي قبال انترفى لهم يباتوا صارع معايا حتى يقير الوانهم الله اكبر الله اكبر الله يحلو يبعد البلاء ذا شنو تقعد يفوقوك الالوان ما يفوقك الشخص مشكل الفرق بينكم انتم والنصارى كي قلت لكم ان النصارى متصالحين معي الكرتونه حد يبقوه بعقولهم وباجسامهم ويعبروا عنها بلسنتهم الادخان يعدل لك تصرفات ويقول لك كلام متعاكس مع ذيك التصرفات
تجبر الوحده تبات مجمعه معاهم ليل ما تحرك معاهم السويدات لا تحرك عنك عندك صب لي عدى اللي قعد مجمعه ورين تشوف لك فيلم في نتفليكس في اشاره عليهم الله اكبر يا ربي انا بعد تاي بالك من هذا يا اخوتي عاد المنكر ينتشر علينا وانت ذو كانوا قاعدين معاك ضرب معاهم من يا جماعه انتم الجنه انتونا من صار الفرق بينهم معاكم انهم ذا متصالحين معاه ذو مع يبقون داعمين هم مجاهدين ولا هم خايفين من حد والله ماني ما يبقون واحد ما يبقون وضدهم يقير قايلين هم صارحين بيهم ما نكون بعد ترى واحده منهم تبات قاعده على فيسبوك تقولنا ضدهم وفي الليل تبات مجمعه معاهم في ندويه لا ما هو خالد المجتمعات تنبنى بالمصارحه مع الذات من خوف حد يتخاف الا من مولانا روايه اقتنعت بها ونفخ ما انا مقتنع بها ما اقتنعت ستو ما عندك تعود انت نقراك شي وذا اللي ينعت للمجتمع شيوخه انا ما نبقيهم الله اكبر الله وخشنهم يجيبوه من نتفليكس يجي لنا ويجي لا انا نتفليكس لا تطول الشاشه ايوا سويدات قعد لي تحت صب لي كاس من راس لي كرعيه سويده وسويدات اضروا شنو صل بعد ما سويدات لا من الجماعه نتفليكس اللي انت خايفه منه اللي تسكنوا على جهه واحده جننتونا ستو لله ورقايلكم والبث ان شاء الله لا يعود قصير بي اللي انا مخلوق الله اللي مشتغل وتعبان والله ما نبطى شوي نطرح سادتي نقول خيط كان ملي تبدا رحله جديده المهم مسألة الهجرة جاوني فيها دول أسئلة وفقد بسبب الهجرة أحياء موريتاني اليوم تلفون جاوني ياسر من التلفزيون ياسر من الناس يعاني من انقطاع المياه وأتوف وهاي وضعية مزرية يقير بلد ما عنده رئيس هاي وضعيته ومد زرقة لذوك الناس اللي بي ار قالين لا تصبر ذا يقير قد نقول لكم على الموريتاني ما عندها رئيس وحد شاف ذا الانسان اللي قال له ولا القزواني مشيت نهار شور فرنسا ما قد يستقبلوا موسفير موريتان فرنسا فرنسيين عدوا له صالح ما مرقينه قاعد في السبه خلوه عنه يقدر لكم موريتان ما فيها رئيس والعاد موريتان فيها رجل صالح عليه مره كمان المتاهه اللي هي فيها ويا يوقي اللي هو عبد العزيز انت بالله نكررها صرت اللي متندمين ومتاسفين على اللي خلقنا ورانا اللي خلينا موريتان ما عنده رئيس موريتان قاضينا عصاده يتحكموا في القزواني فم الصنادرة ما يدوروا مازالوا اللي يرشحوا حنا الاول سيدي وهو عادينه ما هذا مازالوا الحوايفي متمكن منه وهو مو خالق من هاد مين تشوف كلام يقول لهم نحن والهيدروجين الاخضر يا اخي نحن ما عندنا الماء ولا عندنا الضوء ولا عندنا الطرق انت ما تتكلم على الهيدروجين الاخضر يا اخي انت نص موريتك طيتها في السماء نحن ما قد شفناك ما ذهب قدر الله وعاد قدر الله كيف المرة لا انت من علوبي اللي هو الحقيقة ولا حول ولا قوة الا بالله موريتانيا عطشانة وهنا خلايا ولا حول ولا قوة الا بالله. نقيسوا قضية الهجرة كان نوفاني المرتب. ناريا عدل التربية تواصل مع ياسر من الشباب. وتقولوا علينا عندهم ثلاث مشاكل هم اللي دائما يطرحوا. أولا دائما يقول لك الواحد القضية اللي عدل البيت تواقط كانوا يقيس موريتانيا عدل له قصة والله ما نعرف. أنا ننصح أي إنسان يكتب قصته هو عن راسه. اللي يقولوا يكتبوا عن راسه هو ويمشي ويترجموا عنده مترجم معتمد ويقيس محامي ويجيب له تواقطه كاملين ويطرحهم عنده محامي هجرة يقول لك اللي عليك تعدل ويدور يقول لك وضعيتك وانت عندك محاكمة لا يعود عالم بها وانت عود فهم اي رواية لا يعدلها وقصتك لا يكتبها لك صالحة وانت قاعد قصتك تكتبها لا راسك هو اللي يجي يقراها مترجمة وفا يمشيها لا يبدا يسولك عنه يبدا يقري قصتك عاقب ذا يعدل معاك لقاء يعيط لك ويجي تم يسولك عن المرده اللي انت كاتب ويطرح عليك فيها اسئله ويقريها لك ويقول لك تجيب له ادله وروايه تخدمك انت وتخدم قصتك ما ينصحك بالمحامي روايته ضروريه جدا هون موريتانيا عدل قصص وانا ماني مخسر على حد بزنسه وكل انسان صح حاله ذاك اللي عدل يا قير اي رقاش يقيس الله خاصة انتم هالحيط طوم عندكم حالات احنا معاكم قاع احنا وضعيتنا كاملة واحدة فهم واحدين يجوا عندهم محاكمات مثلا وفهم واحدين مثلا دائما العناوين تقعد ما يفكس حتى احنا يتكلموا بصراحة يجي رجاج من نيويورك يطرح منها ملفه ويمشي على نيويورك ويس شيكاغو لا ودائما عندك محامي المحامي ايش ضامن لك ضامن لك انك تذل عنواني لا جاتك عليه رسالة انت عندك قضية عند محامي يلين يمشوا لك رسالة لعنوانك يمشوا نسخة من هالمحامي ما انك تقول عندك محامي الضامن بعد لانك اي رساله جالتك لا يقبالك معناتها الملك فلان فلان وهجا عندك كذا
جاتك رسالة والله جاك كذا، معناه انه ارجاش ضامن لك قصتك، عبئ قانوني ولا يمشي معاك بمحاكمتك. واذا كان ذلك انا ننصح اي رجاش انه يتجه للمحامي، اذا قلت لهم كاملين ونعلم خسارة لحد بيزنسه يقير جاي الاشبه والافضل، وحد قصته يكتبها لراسه. شفتوا انقولها ولا يعطيك متوف مرده وقيسوا انتم عليها. انقولها ساعة كانوا في رواقيش يكتبوا قصص للناس عن اللجوء، وكان فم واحد يكتب للناس فر نفس القصة فر. لهيك خالق واحد مدير، واحد مدير هجرة جاءوا 7 موريتانيين اللي يقابلوه في نفس النهار، موريتانيين جايين طالبين اللجوء، جاءوا قعدوا يوم عندهم نفس القصة. قصة قال يرد عليكم والله ما ردها، خلوني ردها. انه تعرف على جارة عنده وتزوجها وتجعت وهلو حالين به لو دوله هما ضر نفس الحالة، عيط لهم لأنهم انتوما كاملين كلكم بجارته وكلكم اتعرف عليها وكلكم ملي وتجعت منه وكلكم عاد وهلو حالي. انتوما منين انتوما؟ انت قالوا انت واحد خلاقه في كيفه وانت خلاقه في كذا وانت خلاقه في ضر، قصتكم واحدة. انصدم لمن هذا الاول قصه كاع لا عنده موري ثاني فما لا تجي ويمليها وتوف يمحي لا اسم ويدير اسم واحد اخر. وهذا هو اللي ما عطل ياسر من الامور. لذلك كل انسان يكتب قصته الراس ويكتب مرته الراس، وانت ضامن بعد لان قصتك اخو ما يقد يوصل لك من صفاء الذهن لتكتب انت قصه نفس الكاتبان يقيد توصل لك كاتبان راسك. وهنا لا فهمتو لا نعطيتو شوي رؤوس اقلامه ما فاهميني وانا كنا فاهم الاخر معنى ان شبيرة قاعد يقعد كاتب قصته الراس ونصح بالمحامي ضروري جدا. في تقدمت ما في تقدمت بالك محامي، الفضل لا يتمشي في محامي هي شبه الشيء لا يتذكره ولا يتم مواصل قضيتك وعندك عنوان ثابت يشوك عليه الرسائل وقضيتك واضحة من ذيك الناحية. القضية الثانية اللي طرحوا لي الشباب قضية ان فم منهم واحدين في شيكاغو هذه طلعوا مع واحدين من العرب وعادوا لي يشقلوا من فترة يقول لهم وكذا ومزدتوا الله وكذا ورانكم بدأتوا تشتقلوا 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 كذا وانت تخلص كذا 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 ويتم ذلك لا يزيد وما يخلص ما يخلص وما يخلص وما يخلص وما يخلص وما يخلص. نعطي سمع انت حاسب واحد بات عنده سبب ومن هذا ما يخلص هو يعرفهم انهم هم بالأدواء. وانا كتبت لهم هون رواية من خلال تجربة شخصية انا شفتها خارج دلعوا الدور له شهر والله شهرين كنت ماشي لهذا طالب ما عند مطعم انا ندلي في رعاية نقبل طلب ما عند مطعم ذهوالي صينيين واقفين قدام مطعم صيني ورافتين لافتات يقولوا على مول المطعم انه ما يخلصها. وقفت وباركنت باركنجيت قلت ذهوالي عادت الناس اللي قال منها كان جاي للمطعم لا يشري اللي يشوف ذيك اللافتة يلوي كراعه ويقيس المطعم الاخر الله يرجع الوقت أعلى عيني. وخارج عن النصرانية جاتهم وعانقتهم وقالت لهم طلب كذا تسوى لهم عنا من الدو وكذا وكذا قاعد يسمعوه الدخل نارك وعانقتهم دور كاملين كلهم يذبت لابيته هي ما معانقكم حط روسكم العافية. جاتهم وعانقتهم وقالت لهم كذا كذا انهم الضامنة معاهم وتكلمت بعد معاهم كذا في التضامن متأثرة كيف شي بدل خارج المطعم وساعة وتوف. وإذا ما شفت واحدين يندرت القصة قلت لهم انتم ما يلين يقبلكم مولا بوتيك يمني يابي خلصكم عاد الرواية بسيطة. جي انتم ثلاثة من اخوته وقفوا قدام المحل وقبضوا لافيتة قلوا بنادم ما خلصنا والله لا اثنين قال الناس تبي لا تجي تتخطى الا هاك اللي دور جي يشوف يقوم متخطي قلتوا ما ترى واحدة تعانقكم ما هي هدفكم قاع يقير بعد ايش هاي تخسر سمعته هو وذيك الدقيقة دور عيطكم يحاسبكم قايمكم ماشي بيلي السمعة هون يهمشي امريك مبنية على الريتنج على التقييم. انت تدخل اي مطعم تخرس تقييمه ولين تشري في امازون تخرس تقييم اللي يبيع لك حتى المحامين تخرس تقييمه انت تجي لحي سكني لا تكلفي تخرس تقييم السكان يعني كل شيء هو قائم على التقييم معنى انك تنتوك في القدام وتعدى القضيه تقييمه هو خسر تلقائيا يدور يحاول يحل لك قضيتك شفتوا عاد فهم قال لك دور جوك شرطه شرطه ما يجوا امريك مالي في قانون امريك ما يقد شرطي يقول لك اعطيني وثيقتك مالك معدل مخالفة ما يجد شرطي يقول لك اعطيني كرداندتك والله اي شيء مالك معدل مخالفة
مع موريتاني كي درا جبتها يقول لك كراتر كابل وتو شيش ليك بيدو انت بقى جبتك حمراء. هو ما يقد يوقفك واحد ما قالك هو موقفك على اشقع حد عاقبك يطلبك انك تعطيه اوراقك الثبوتيه تعود معدل مخالف. ما كنتوا عدلتوا مخالفه وناقصتوا محكمه. انا اعرفكم انا اعرف وضعيتكم انتم فهمت واحد يتكلم لكم حد يعرف الحاله طيب انتم ثلاثه والله اربعه وقفوا قدام المحل وكتبوا بالانجليزي ما يخلصنا صدق انهم كذا من يوم وهم منادم ما خلصنا وضارك ما عندنا شنو لانه واللافتات والناس في لافتتهم هم لسات فرك اللي راه تاعته يقول لك انهم لسات لا قد حد سمع ولا قد حد قال له شنو عندك حريه فهمت جي وقف عبر عن عن عن, عن, عن راسك يقدر ولا ما ولا يحملكم توقفوا دقيقه دور يحاسبكم يقد يزيدكم كاع دور كانوا يطلسكم يقير لا ترضوا روسكم يتم واحدين يستغلوكم بهذه الطريقه. وقال لي موريتاني روايه عجيبه فينا نحن للاسف في واحدين منا هو قال هو كان يشتغل مع واحد في مطعم شفتو اخي ياسر من رواقيش يقول لي ما عليك تتكلم عن النوع من القصص قال انا القصه اتكلم عن بيلي الحمد لله عاد هو ياسر من الخلق و... 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 وفيهم واحدين يتم استغلالهم بطيبوبه نحن الموريتاني ما نقول مشاكل ولا نقول تخلطوا مع ذلك الا احنا الطريقه اللي نعبروا بها عن الواقع الموريتاني هوك الى جاونا هم اللي هم ما نقدروا نساوهم لا تنتموا لا الاحباط الارتباط نفس الشيء وراني ما قد تواصل معايا حد منهم ما يقدم اي حد منهم طلبني اوراق الارقام اليمنيين قد اشتغلت معاهم بصيفتهم مشيتهم لهم ما قد حد يكذبني انه قد مشى لي رساله وقال لي مشي الارقام ما جاو فر مشيتهم لهم وكل ما عطاوه موعد لهم لا يتلفنون واحد قال ما انا مسافرين نرجع ومن بعد ارقام بعد اللي عندي انا من اليمنيين بصيفتهم ما كنتهم لهم ماني مقرو فيهم انا اخوهم ويا واجب لي ولكن في بالهم انا لين جيت وساعدت وفتحوا لي واحدين الابواب وساعدوني ودوري انا نعدل ودورهم هم اللي هم لاعب هم اللي يساعدوا واحدين اخرين وتم السلسله ماشيه ونحن في الغربه ما فينا اللي عنده ما هو الاخر. خالق روايه قالها لي الطفل دخلت لكم كاع شي شيء قالوا كان يشتغل في مطعم والله روايه كان يشتغل مع السوري السوري ما يخلص وعادوا معاه شهرين وبناد ما يعطي خمسه الا قالوا يقعد عاد لا يموت يعطي 100 دولار وتلفن عليه موريتاني قريب عنده قال له انا قال له ماشي ما تتمشى تقع قال له علاش ماشي على بنادم؟ قال له ماشي عنه بي اللي ما يخلص. قال له انا لين نجي نطلع معه. يا اخي قال له هو ما يخلص. قال له انا لين نجي نطلع معه. قال له يا الراجل هو ما يخلص، انا صاعن انه ما يخلص. قال له يسوى، انا ما نشط قال له يسوى المهم لا نعود نسال هو شيء. قال له لا حول ولا قوة الا بالله. قال له الراجل ما يخلص. خارج رواية في نحن الموريتاني للأسف لأن أخوك يلين تنصحه من رواية يلين تنصحه من رواية يشك لأنك حاكم عنه يذهب قال له أنا ما نخلص قال له خليه لا يديرني في بلا قول له يديرني قال له وصل لا يديرها قول ما مخلص أقو هاجة قال له يعطي شهر تلفن له يبكي قال له بنادم ما يخلص قال له ما لقيت لك أنه ما يخلص قال له كتشاك أنه ما تشاكاش حد يتم يذيق في خويا زعما اللي يقولوا له خوتو لا يتم يدير راسه في ذنبه شغله معرمه والدور تشتغل ويقير مشوا على الطريق اللي تجبروا به اذن عمل وين تجبروا الدور تبدو تشتغلوا في البلايص كاملين فهمتوا معناها هذه المرحله حاولوا تعودوا مع رجاج ولو اللي خلصكم قال له والله كثر تم تجبروا اسبوع ورجاج نطلع معاه اسبوع ما خلصني ما تطالع معاك اسبوع واحد نطلع معاه نقول اعطيني فضلتي ما تطالع ما تطالع ما نقبلها كاع الحل فولا تنعتوا الضعف ولا تشوفوا روسكم الحل حق الظروف ما هي سهله ولا كامل نعرفوا كان مني ما نقبل حد يشتغلني ولا يمص دمي بهذه الطريقه مستحيل رواية تم بالكم روسكم تم تعاونوا وتم لين عود خويا جا ولا بيخلص نجي معاه ونمشي معاه ينقس الملاد منين فرسوني خلصنا نقول ما تحرك منو ما خلصتنا ونعدلوا اللي قلت لكم انا قبل لا في توقفوا قدام نقول مقصر العمر ما يخلص اللي قصر عمره ورفدوها وتموا كاردين فما والله ما توفوا نص ساعه ما قاعد حرك نص ساعه ما جاك محاسبكم باللي هو واقف هو عنده محل يتحرى الزبناء وانتم قبلتوا وصلتوا للزبناء صوره عنه هو سيء ولو شعوب نقيه ما هيك الموريتان الموريتان توقف قدام مطعم تقول لهم يبيع السم يجوفر يشرو السم شاكين انه الذهب فهمت عايشين بالعكس النصارى بدا النصارى لابسين الناس فر على طهاره معناها كي تقول لهم ان المحل ما تجي حل دونك مي روايه حاولوا تعدلوا وحاولوا تتعاونوا في 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 ذي القضيه
الامور لا بد من تعود تتعاون وتعود تعدوا مجموعات في بلادي منطقه جيتوا عدلوا فيها جروبات تم تعاونوا فلان طلع فلان ذاك ما يخلص ما تنقصوني نخلص خونا وتم القضيه ماشيه بهذه الطريقه. امال اللي خالق الروح انت انتوا ما دار الشغله طلع ما حد كضو يقير عندهم حدين الايام اللي يتدرب فيهم هو الملي بقى تبارك معدل فهمت مواد كيماويه ولا شغلة عادية قال رواية علن حق ذيك ملي ضالينا في العالم قاع كامل وهي الطبيعية هي قاع جارة الإنجليزية عنده سهولة في إنه يندمج مع المجتمع الأمريكي حد ما يعرف منها كلمة الدور تطوال فترة اندماجه إلي ما يبدأ هو يحاول ينقص ذيك المسافة ويبدأ يتعلم الإنجليزية في الفترة لا بده يتعلمها كانوا ينقص المجتمع جاء لازم تترك لهم للاسف جاهم واحدين ما يعرفوش يقير لو بدك عندك عزيمه انك تبدا تتعلم كان كذا هاي الحقيقه والاندماج لا حسب الشخص وبعدين جاي يا سعد ما شاء الله وتو المهم ذي هو اللي طرحوا لي من مشاكل ملك متذكر ثالثا شنو يا اخوي قضيه العمل لا بعد المتكرم إلى عدت سيتم لا يسمحوني أنا متكرم كانوا أكثر شيء يسولوا عنه لا قضية المحامي وملف اللجوء من قضية مدير الشباب اللي قالوا كانوا يشتغلوا لا خلصوا ومن تواصلوا معايا وقالوا لي هذا وأراني علمتكم به خلقوا من يوالي أقول لكم أنا حاولوا تتوسعوا في الأرض الأرض عملاقة وكبيرة ثم توسعوا لودوا 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 إيه كانتم هي فترة معينة أنا نبقيكم تتعاملوا مع الفترة سابقة إذن عمل لأنها فترة معينة وجيزة صغيرة ذي الفترة نشتغل فيها أي شيء لين نظبط حالي وتوف عقب ذاك السنة تبدأ مرحلة أخرى يفتحوا لك فرصة تجي للرجال تقدم عنده اللي عاد عندك أمورك عندك سوسيالك عندك حد وتوف لبعض الله هو اللي كنا قايلين ليلة وأرانا مضامنين مع سعود الموريتاني اللي عطشان مضامنين مع سعود الموريتاني اللي مرتوع عنه الضوء وتوف وكيف تعرف موريتاني ما عنده رئيس موريتانيا حالا تعيش فترة فجوة رئاسية كل شيء تقدر تسميه له وتوف وبلا معارضة مالي للأسف والمعارضة اللي تعود شفتوها ذو الأيام الماضية قاضين في مسيراتهم هما طلب الأول عندهم إعادة الانتخابات طلب الأول عندهم إعادة الانتخابات يعني ارتفاع الاسعار مو مهم البطاله ما هي مهمه الهجره اللي موريتان فر مشات موريتان ما تفهم حد ناس فر مشات ما بقى حد ما هو مهم انعدام الامل ما هو مهم مهم لا تعلمهم انتخابات ما هي معارضه ولا تمثل الشعب الشعب قاعد ملي ما تعرف لا الله يلطف ان شاء الله يلطف ده كامل لا الله يلطف فاصل في ياسر من اللطف وياسر من ياسر مش الله يحفظكم ان شاء الله يرعاكم وان شاء الله ييسر امورنا واموركم وامور المسلمين وتجبروا الله الخير الحكومه مشات حاجه كامله لا قاعد قالوا الطالب يكسرك حج الفجار لا قيمه له لا قول لي مشاكلك ما انت تدري نفس الرد مره اخرى مره ما عندي معه مشكله حلقة خامسة اوكي الحمد لله اللي حلقتين ما حلقتين ايوا اوكي شباب قال لنا لا هي نتواعد ان شاء الله هو دور نلتقاو في مرات اخرى يحفظك خلينا اللهم امين يا رب العالمين جزاك الله خيرا وحافظنا في نيويورك ونبقى نجبر رحمه ماشي المساج والمساج لا حول ولا قوه الا بالله كم عندكم الوقت شو كان مازال في حد مسول سؤال مهم شكاين على الطريق ما نعرف الشهر الخاص لا يسولع قيس الخاص العمل كم يفوت انا ممكن يطرح ملف اللجوء عقب تمشيت لهم لك رسالة انهم استلموا ملفك حسب عقبها 150 يوم خيرت مصطفى العربي وخيرت الامارات وخيرت
وخيرت العليات شغلتهم شنيفا. العليات عدلوا اوبر، عدلوا ليفت، عدلوا دورداش، ما شاء الله صار عليهم نفس الرجال. مرحبا بك وشكرا وخيرت الحافظ. قلت لك مدارس تركيا ما فهمت. ميرسي في ميرسي. خيرت اوكي خيرت بكم. ما فهم حد عنده الحافظ وافق على طلب صداقتي. الحاجة 5000 يا جماعة. حافظ ندور واتسابك باردون ماسنجر. طيب باردون على التليفون. قال واحد يوم اللي يبيزوني شتا مخلوق الله يطرح هاك راسي نرقد تجنوني بالترفيه ما تتصبح لين قد نطلع طبعا لا حد يمشي مساج نوعا ندور نجاوب ان شاء الله. بار اليوم الكوكايين، الكوكايين ملي ايه كوكايين منتشر بشعب في المجتمع الموريتاني ويدخلوه الصنادرة ومعروف الطريقة اللي يجي فيها وشعب الموريتاني نص شباب معاد مدمن للاسف ولا من الدولة هي اللي موفرته وتو وش لا نقولوا إذا كان رب البيت للدفي ضاربا ما عندك إلا يتوس والدولة هي اللي قابلة يدخل عندك ما عندك إلا لكن اللي حافظ على أولاده يربي أولاده تربية صالحة أنت شخص طيب بعد ما هو اللي يقوله تواصل خيرة الحافظ شنو النصيحة اللي تقدم للشباب اللي هم إنهم يشتغلوا إنهم يصبروا توف ذولي في موريتانيا مالي حد عنده بيزنس موريتانيا ما يخصه اللي مالي قايلها لكم أنا عندي قد يشتغل في بلاد مو البلاد المقيم فيه العمل تشتغل فيه في أمريكا خيرت كبيرة الكهرباء ما فهمت ذاك غراسياس مون فرير ميرسي باتشانداي باكانجاي باتشانداي أنا راك أنا باكا ولا باتشا كاي واحد كان يقرا لك اسبانيول ولا فرنسي تكلم عن الأخبار عند سيدي كماش هلا بسيدي كماش عطينا تلفونه ماني تلفوني شاري واحد عطيها لك ته كيف الطريقة اللي تعدلها تم يسولوني أسئلة عود قد حد يجاوبهم لا تسولوني أسئلة لكن نوع تبيزوني كضو سولنا عن مدارس تركيا ما زين ما يعني شو سولك عن مدارسك سول عن من راسك طول عمرك ناسين يجي كم تعطي عن شروط ما أعرفها قضية الترحيل حق ما عندي عنها أي معلومات في باتيك اليمني سنسيناري ما نعرف سنسيناري ما قد فيت كيف طلع بالليزر ما نعرف رصاب بروبليم دلو دبوي تراجور مون فرير موني تان فر عنده بروبليم دلو دبوي 4 عام ولا 5 عام حال صعيب حد فات جلسة استماع ما عندك عنه شيء ما نعرف قيس محامي في نظام الكفيل والله جابا سيكي الله اللي يوقف يا اخي ما كاف لك حد لا جنت وتوت ما قال لك حد يكف لك والخليج لا بد من يكفلهم حد اما يجبروا حد كافلهم يمشي لهم دون حد يغرسوا انه يكفلهم يا اخي كفل زوجتك وتدلع حافظ انت انسان طيب يا ما هو اللي يقولوا تواصل قالوا لي كافر الاخوت وين هو يا حيون اللود تاكي في داره حقا انه والله يحرك وتو ما اعرف ما عدلت له الحملة عكس سؤال عنه لا الناس اللي عدلت له الحملة هو مني الحافظ انت في نيويورك نادا نوستوي ايوة ماذا عن سنغافورة سمعت عنها احسن من امريكا ما عندي عنها معلومات وان شاء الله تنسي منها كيف من صاحب الدلود عنده حد وعد واع والله واع وشن يصا واعد وكأنها طبيعي لو دلك من عنوان فالشيء عن 10 شهر 7 شيء عن 10 شهر 7 بينو بالك تو ترى تو معلومات قاعد لسه مرة ما كي مشي لي ونعود شو كان قط سمعت عنه تحية لك من قرو يوقي قاعد اللي قرو يا خي اللي قرو القط اللي أنا مازال فم حد لا يعدل فورماسيون بربر كم تفوت والله ما نعرف ما بتعدلتها حلقت بعد عنده قبيل مرة جاي ندور سولهم له خير طافي الحافظ وخير الله بيك الله يجازيك محمد هنو لله يضرك ايوا سي بون اش كذا يطول هو انتم ما يبغى تسول اسئله لكن ما حد يجاوبها عود لكن انا نخيل عود سيت عن الروايه قالها رجاج نعود ما قلتها ولول بي اللي ما عندك الا وقت وقت البث برضو ساعدني الحافظ ساعدك بس الخوت تحد جاك قد يسكن معك ماله انا لكني صناقي معلوم حد جاني قد لا يسكن
ديال الهجره كما تفوت قالش مفرغ هذا السؤال بيزيدني منه. ودعنا نقول مولانا وتحية لك من كيف يوغي كيف كان في المرحوم يرحم ان شاء الله نبقي احد يا ذا الحظ الكبير من الصحراء الغربيه وني بهنا في الصحراء الرجال هما اللي جبرتنا عن اخبار الناس اللي في مالي ما ريت عنهم شيء وراني مجدد تضامني معهم ومع اسرهم جزاك بالخير اللي ذكرتني بهم وذو الشباب والرجال اللي مخطفه وعلى موريتانيا تعدل فيهم حاليا ترد دولتها حافظ كيف الشغله مع اليمنيين لاباس زينه ياسر من خلق ايش تقال معاهم لا حد يود شقال يعود امين ويفارسي نفسه بجدارته وشغلته يعرف انها مرحله لا يتعقب تعطيك المرحله اخرى واش تقال فيها حق عندك باللي الانسان اي روايه ندار فيها ما يقبل عود فيها والتحتان يسو ماك تعرف تشتقال فيها يا تذبت وجودك تحياتي من كي هيدي تنت جاي الموريتاني واخيرة بال كي هيدي والله ما نعرف يا اخوي المعلوم اتمنى بعد نجي يا مرحبا بعد تحيه لك قلت لك انت العيد معناك لا بحنجي تتبان لا بدالك من تجيني ولا اجي قاع وتوب من باماني ذابح تقول لي انا جايك وانت مالك ذابح لا قالك لا حد يفوتك تقدم جاي لا تقدم جاي وتوب انا نحبك في الله يا اخي احبك الذي احببتنا فيه دور تفقع التواصل انك تبقيني في مولانا غير بعد انا نبقيك في مولانا تحياتي لك من واليبو وني بن واليبو كان صاد ولا كفر خير الحافظ صاحب القزواني تعال تعني معنا صاحبه قلت لك صاحبي تعدلك من المشوي تبع تكلم عن الهجره وين هناك العمل المتوفر العمل خارج غير لا حد عنده العمل ناس الاخرى لا تكون باتين ترى والله الا يحثنا عن الاخبار بحثنا عن الاخبار اوكي تواصل معي اقل وقت قد قال النهار لا حسب ما حد تشتغل اكثر شي بعد 12 ساعه اقل شي مره 8 6 لا حسب البلد اللي انت فيه قضية الناس اللي دايقوا في امريكا ما عندي عن اي معلومات واخير توني انت شخص زين اي نو برو تحياتنا من انديانا بوليس واخيرة بالي انديانا انتو تتربوا بالله وزونا لويفيل عطا عندك كيب متينة دورنا غربوك من تعبوكم وانا لا تشوفني لابس دراع انت تشوفني في تاريخ مختلف واخيرا تريتك انا عند زينب زينبو ريتك انا عند زينبو زينبو من هي واخيرا تبع دير حلاقة شنو بالعائلة مولانا قال له انا خالق من اللاش حرام خالق احلال خيرة كبيرة الله يحييك واني وخيرت بيكم عاصر المشكلة لو قدام حد حد جاي عنده قصة مؤثرة ذاك ما يشفع وخيرت بي طب ويا روسو لوم كي دي لافيريتي ميرسي مون فرير ما عرفتي كان وزير الصحة المختار الداهي كان باغي منصب لا بركتك وبركة والديك وجدودك نفتصل مع المختار الداهي طلب مولانا نفتصلوا نتحسن قفل عنا ذا لايف خالق اختراع زين تمرق انت وترتاح امة لا اله الا الله سوى لي الحلاقة أستانا كرات اللحية كاني نبطى معناني فيها زمن ما جيته تكلم عن الفاشي القزواني فاشي الناس مستحفية في كياسر من الوقت الشق اللي خارج منها لا شيء مو شرعي ما يحق عند أصحابي يشتغلوا في الشحلال ذي كذب قدوت خالق ذاك غير ماني خالق ذاك الأخر تحياتي من الأطار وخيرت به الأطار ما يسألنا شي من هي أخبار كلام ما ينقال كامل اسمع راني نتحرك نذن في صناعية ما أنا الله ولا في النيادات ولا في الله يحييك من واليب ومدريد هلا مدريد ومبابي جاي وبرسا لا يتخلف شايف المختار والداهي ذا شنو حافظ ندور نصبح نصبح ما نعطيك واخير بيك الحافظ يا قير قبيل ما تكرت لحيتك يا صاحبي لا تعبت ولا رد حامية فهمت فهمت فهمني انت مولي دور الرياح تدخل لا تسمح لي دور يا راجع دور جيك لك ان شاء الله ساح العاج واخيرت بيك متميز لا انت الله يجازيك خيرت لو ما تفهم حد مسوي جاوبتكم كاملين اللهم زيد وبارك اختاروا الدايم شحاج صرتك اللي صايب عنها وكل يظل يوكل من الحرام ومشي يتحج يحج الفاجرين يقول لبيك اللهم لبيك عنده جواب خاص بي قال له لا لبيك ولا سعديك
وحجك مردود اليك 1200 دولار مازال تجبر حد جديد؟ والله والله ما نعرف الخوت، ياك نوض صريحة معك. ها بالك تنراها تقعر زايد عليه شوي يغير حد غالي وشقال حتى يجبرها. والله بكي يعرف الشغلة شقالي قصدي بها. تحياتي من الوجود محمد بويل ان شاء الله يطلع. والله لو خيرت بك والله. نهارك على العمل اللي احلال اثرت حتى في ترك اولاد عمي ذاك الوقت مصيغة في المطار وتقول عنها حفزتهم. الله يجازيك شتير تلم هذا الكومنتير مهم عندي باللي ذو الهدف عندي انا من ذا. والله يجازيك ولهم لا يراو بعد يكون خير. نقولها لك انا اللايلين رقاش يتقي الله ويمشي على التقى مولا يجبر كل خير. احنا كاملين نقلطوا وكاملين عندنا روايات ما مصالحين يقير رقاش دائما اللي يحاول على انه ما اكلوا وما شربوا وذي اللي يوكل راسه ويوكل لاولاده ويوكل لاهله يعود الى احلال. اياك ما تخلي الدنيا كامله. انت بعد صادق مع نفسك يا ويشك ذاك نتمناه يا اخوي. نحن هذا اللي ما عندنا تكاليف الهجره اش ناكلوا. الله ييسر امورنا وامركم وامور المسلمين يا رب. تتحرك بموريتانيا شبيت عندنا انترناسيونال شبه منها. حافظ جهز شاتك يوم العيد الروقة والنعناع فيان ان شاء الله. الروقة اللي هي الورقة تقعنك لك تلاقي يوم جاي جاي الله يباركك. شغلة خالقة في امريك اللي انت بيضل وراها تدور تقلع عالم مولانا من زمان عند مباشر معاك في بث مباشر. ايوه لا اسمح لي دار واحد درت نحاول نضبط شوي الوه اللي ما عندنا تكاليف الهجرة شو نعدلو. والله ما نعرف الخوت الله يسر امورنا وامورك. كنا بعد قد نساعدوكم يعلم الله لا نعدلو. الحافظ تكلمت عن حد عنده بيزنس ما يلقي خسر يمشي يلقاك تزيد في ذا الموضوع. نعم لا يزيد لك فيه. شفت رجاش عنده بيزنس مستقل في موريتان ويجبر منه دخل شهري ممتاز معيشه هو معيش اهله. انا ارى لانه شبه يحتفظ به وإذا ما نبقي يعود يقبضوا حد لأنه طريقة والله على إنه فهمت ما هو تشاؤم ولا شيء لأنك ديجا عندك رواية جاهزة وتشتغل فيها والبزنس يتطور مع الزمن. تجون لا تبدأ من الصفر لا تعطي زمن 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 كانك توصل لك تطمح له. يعود البزنس اللي عندك ما فيه أمل والله أنت ما لك أمل منه شيء تقدر تمشي قال يعود مالي فيه أمل شبه تخليه. وجهة نظري ولا أعرف مشي اللي رغم مكتوب درجك تقلع بويا. الله يجازيك حيدر او تيكو وذاك فر او اش باش شريته في البث اش باش شريته في البث ما تقلع علي نشبه. الحافظ ما لك جاي لنيويورك ما نعرف نبقي بعد نجي درجي قريب ان شاء الله. الشغلة خارقة الحافظ والله ما نعرف اللي نسمع عن الشباب يجي يشتقل وحدينا قاعدوا في الدار فهمت. يعود حد انجليزيته لاباس بها يتعقلم بالعجلة ويشتقل يعود انجليزيته ما يمتينا يجبر مشاكل شوي في اسمه في الاندماج مع الناس. ليو ميسي ما رصف قاس ميامي هما قاع هما جايين ظالين هما التكساس مدريد وبارسا ينزلوا في تكساس مانشستر هما اللي يقير اخوه بيا حمان تكساس ما نعرف كان حد قد يقيسه. الله لنا والله اللي طولنا عاد لا رد الملاد وانا كتب عاد بندور انا وتكسير واخيرت مرحبا كيفك ميسار واخيرت بيك. او شباب مرحبا بكم واخيرت وان شاء الله نعود قديت نجاوبكم على شي من الاسئله اللي قد توف والقضيه اللي تكلمنا فيها الاولى وما اللي نعود وصلنا فيها وجهه نظر. السلام عليكم ورحمه الله وليلتكم سعيده و تراكم ملام حافظوا نصيحتك يا اخي انا صيفتكم نصيحتي للشباب مازالوا بلا سنين ما نعرف والله ما نعرف جيني في الخاص فهمت رايني فطار لا تبغى شي من تقلع عالم مولانا مشي لي يا اخي تقلع ومنطار تقول حق عندك يا وزين الواحد من سكان مطار طريق بروجرام تنصح باش والله ما نعرف جيني في الخاص اي حد عنده سؤال يواصل شو الخاص اما تتنقد ودانا في مولانا.